السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ قریش کی تلاوت کریں گے تجوید کے ساتھ، آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم لی لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم وآمنهم من خوف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من خوف.